سعادة إيفان سيهيدا. سيدي الكريم، يعني إن كنت تريد أن تعلق على نظم التسليح الجديدة التي انضمت إلى الجيش الأوكراني، وهل يمكنها أن تغير الحالة عسكريا، يسعدني ذلك. لكن أنا سؤالي هو، لاحظنا نبرة معتدة مليئة بالكبرياء، وهذا كلام إيجابي يعني، في حديث الرئيس الأوكراني أمام المشرعين الأمريكيين مجلسي النواب والشيوخ، ما مصدرها سيد الكريم؟ كيف تفسرها؟ يعني مصدر لأوكرانيا، فعلا نحن نثق في انتصار أوكرانيا، ونحن صامدين خلال هذه المدة الطويلة، وروسيا استهلكت كذلك كثير من الأسلحة والذخائر والصواريخ، وكان من نحن كنا نصر على تقديم هذه الأنظمة للدفاع الجوي منذ بداية هذه الحرب، عندما طلبنا إغلاق الجو أو على الأقل تقديم الأنظمة المتطورة لأن نحمي المنشآت المدنية والعسكرية في أوكرانيا. وهذه الأنظمة الباتريوت هي فعلا ستساهم كثيرا في الدفاع الجوي، لأن نحن لم نسقط بها بالطبع مسيرات شاهد، هذا لا سعره أقل بكثير مقارنة بالصواريخ التي يجب بإسقاطها، ولكن الصواريخ الباليستية فهذا سيخفف الضغط على الأنظمة الجوية في أوكرانيا بكل وضوح. أعود بك إلى أصل السؤال، وهو نبرة الكبرياء الملحوظة التي تحدث بها الرئيس الأوكراني أمام المشرعين الأمريكيين، قال لهم أنتم لا تدعمون أوكرانيا، أنتم تدعمون أنفسكم، ما مصدرها سيدي؟ إذا سمحتم أنا ممكن لا أعرف جيدا معنى كلمة كبرياء، لكن كبرياء تعني الاعتداد بالنفس، تعني إظهار الكرامة، و يعني عدم الانحناء، يعني الوقوف منتصب القامة. آسف إن كانت الكلمة تبدو يعني معقدة. شكرا جزيلا على التوضيح. فعلا نحن نعتبر أن أوكرانيا تدافع عن نفسها، ولكن في نفس الوقت نحن ندافع عن احترام لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وفي ميثاق الأمم المتحدة مكتوب بكل وضوح أنه ممنوع لأي دولة أن تحتل مناطق لدولة أخرى بطريقة عسكرية، وروسيا عندما احتلت عسكريا أوكرانيا وضمتها بشكل غير قانوني وحتى تفتخر بهذا الاحتلال كإنجازات للعملية العسكرية بين قوسين. بالفكرة في الأمس بوتين للمرة الأولى سمى هذه العملية العسكرية الخاصة بالحرب، وهو الحرب حقيقة، وربما قد يتغير كذلك الأوضاع في روسيا بعد ذلك. أما بشأن الكبرياء وسؤالكم الكريم، ففعلا نحن متأكدين من أن إذا أظهر العالم والحلفاء لأوكرانيا أن ممنوع انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، وهذا سيكون درسا ليس فقط لروسيا ولكن كذلك للدول العديدة التي قد تفكر في احتلال كما حدث مع بين العراق والكويت في ذلك الوقت، وبهذا السبب هو الدفاع عن النظام الدولي وميثاق الأمم المتحدة ليس فقط عن أوكرانيا.